السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تعلم لماذا يأتيك الميت في المنام؟ وما هو تفسير رؤية الميت في المنام؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ إخواني الكرام، المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو واتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل هذا الفيديو، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. نبدأ على بركة الله. إخواني الكرام، أحيانا يزور المتوفى أقرب الناس إليه في المنام، وتتردد تساؤلات كثيرة بشأن ما السبب، هل لتوصيل رسالة ما أم بسبب العقل الباطن؟ وقد تعددت الأقاويل في هذا الأمر، لكن هناك ما يطلق عليه رؤيا أو حلم أو كابوس، ولا يعني أن رؤية الشخص لحلم أو رؤيا أن تكون لها تفسير أو تأويل. أسباب ظهور الميت في المنام. رؤية الميت في المنام من الممكن أن ينطبق عليها أحد هذه الأسباب، فمن الممكن أن تكون رسالة الأحياء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. ورؤية الأموات تكون حقيقة لا شك فيها، لأنهم في دار الحق، وإذا زار المتوفى شخص في منامه وأعطاه شيئا يعتبر ذلك رزق سيأتي، وإذا حصل الميت على شيء منه يعني أنه سيفقد أو يسلب منه شيئا. ويعتمد تفسير الرؤيا هنا على حسب حالة الرأي وصلاحه وقربه من الله أو عدمه، كما أن رؤية الأموات من الممكن أن تكون رسالة الأحياء، حيث روي في الأثر أن اثنين من التابعين اتفق أحدهما مع الآخر أنه إذا مات أحدهما أولا فسوف يأتي للآخر في المنام ويقص عليه ما حدث، ومات الأول وجاء إليه في المنام بعد سنة وقال: كيف حالك؟ قال: يا أخي، أنا والله محبوس على باب الجنة لم أدخلها. قال: ولما؟ قال: لأني استعرت من الجيران إبرة خياطة ومت قبل أن أردها، فاذهب إلى أهل بيتي وأخبرهم أن مكانها في المكان الفلاني واعطها لأصحابها. فقام صاحبه من نومه فزعا وذهب لأهله وقص عليهم الأمر: وجدوا الإبرة في المكان الذي وصفه الميت، وأخذها وردها لأصحابها، وجاءه في المنام وقال له: شكر الله لك. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا نام الإنسان وله أقرباء ميتين ثم يرى ما يرى النائم، أن بعض أقربائه الميتين من والديه يأتونه في الليل يتحدثون معه أو ينامون عنده فترة قصيرة، ما صحة هذه الرؤيا بارك الله فيكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الرؤى قد تكون صحيحة وقد تكون من حديث النفس، فإن الإنسان ربما يكون يحدث نفسه بأمواته وكأنه يخاطبهم ويكلمهم ثم يرى ذلك في النوم، وهو كثير، أي أنه يكثر أن يرى الإنسان في منامه ما كان يفكر فيه في حال اليقظة. وقد تكون الرؤيا صحيحة، قد تكون الرؤيا صحيحة، فإن الإنسان قد يرى الميت في المنام ويحدثه بأحاديث، ومن ذلك ما حدث لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين استشهد في اليمامة وكان عليه درع، فمر به رجل من الجند وأخذ درعه ووضعه في رحلة تحت برمة، والبرمة شيء يشبه القدر لكنه يكون من الطين أو الحجارة، المهم أنه وضع هذا الدرع تحت هذه البرمة وكان حوله فرس يستن، فرأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس رآه في المنام وأخبره بالخبر وقال: إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب العسكر وحوله فرس تستن، فلما أصبح ذهب إلى المكان ووجد الأمر كما قال ثابت بن قيس. وهناك قضايا تذكر لنا تتلاقى فيها أرواح الأحياء والأموات، ويتحدث الأموات بشيء يكون حقيقة، نعم، ولكن لو تحدث الميت إلى الشخص بأمر لا يحل شرعا أو بأمر لا يمكن أن يكون أو بأمر من أمور الغيب المستقبلة، مثل أن يقول سيحدث كذا وسيحدث كذا، فإن هذا ليس بشيء ولا يركن إليه ولا يقبل. تفسير رؤية الميت كثيرا وبشكل متكرر في المنام. ذكر أهل التفسير بأن رؤية الميت في الحلم والمنام هي رؤيا حق وصدق، وتحمل بين حالاتها الدلالات والمعاني الصادقة والتي لا يحتمل أن تكون من صنيع الشيطان. وقالوا أيضا بأن رؤية الأموات في المنام غالبا ما تكون طريقة للتعبير عن الحال الذي يعيشه الميت بجوار ربه بعد الموت، سواء كان هذا الحال جيدا أم سيئا، أو أن تكون هذه الرؤيا حاملة في طياتها المعاني والدلالات التي توضح وتشرح الحال الذي يعيشه الرأي، أو تلك التي تنبئ بوقوع بعض الأحداث في الحياة الواقعية أثناء اليقظة. فالذي يرى في حلمه الميت كثيرا وبشكل متكرر في الحلم
فإن هذه الرؤيا قد تكون إشارة إلى رغبة الميت في إخبار الرأي عن بعض الأمور سواء المتعلقة بالميت نفسه أو بالرأي. فإن كانت رؤية الميت بحالة حسنة كأن يكون ضاحكا ومسرورا أو يلبس الثياب النظيفة أو وجهه أبيض ويشع منه النور، فإن هذه الرؤيا تشير إلى الحالة الجيدة والحسنة التي يعيش بها الميت عند ربه، وأنه في مأمن من عذاب وقد فاز برضوان الله عز وجل، والله أعلم. أما إن كانت هيئة الميت غير حسنة كأن يكون حزينا أو مهموما أو أن يرى وهو في عذاب وضيق أو مشاهدة الميت وهو يبكي أو أنه في مصيبة، فإن جميع هذه الحالات وأخرى غيرها تعد بمثابة الإشارة إلى الحال السيء الذي يعيشه الميت بعد وفاته، وأنه بحاجة إلى الدعاء والصدقات من الرأي والأحباب لعله أن ينال رحمة ربه عز وجل. وجاء في قول للمفسرين عن تكرار رؤية الميت وهو على حال سيئة بأنها قد تكون من أفعال الشيطان ومكائده التي تهدف إلى توريث الحزن إلى نفس الرأي في الواقع. ولهذا على الرأي الذي يشاهد في منامه بأن الميت على حال غير جيدة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا ننوه إلى أن هذا القول لا ينطبق على المشاهد التي يرى فيها الميت وهو على حال حسنة، ولكن بالخروج عن هذا القول فإن أغلب المفسرين خلصوا إلى أن رؤية الميت بشكل متكرر في المنام سواء كان على هيئة حسنة أم سيئة عادة ما تكون أقرب لصدقها للدلالات والمعاني التي لا يحتمل أن تكون من صنيع الشيطان، والله أعلم. تفسير رؤية الميت في المنام لابن سيرين. يقول ابن سيرين: الأصل في رؤية الميت في المنام النظر إلى فعله، فإذا كان يفعل خيرا فهو يحثك على مثله، وإن كان فعله شرا فإنه ينهاك عن مثله. ورؤية الميت في الحلم قد تدل على نهاية أمر كان الرأي يسعى فيه، أما عودة الميت إلى الحياة في المنام فتدل على تجدد الأمل في أمر بعد انقطاع الأمل منه، أو تدل رؤية الميت يعود إلى الحياة على تجديد ذكره وسيرته بالخير. ورؤية الميت في المنام حزينا تدل على ديونه أو ندمه أو سوء حال أهله من بعده، أما رؤية الميت سعيدا في الحلم فتدل على رضاه وحسن حاله عند ربه، كما يدل ابتسام الميت في الحلم على الأمان والراحة، وبكاء الميت في المنام تذكير للرأي بالآخرة. أما من رأى الميت قهقه أو يرقص في الحلم فهذه رؤيا كاذبة، لأن الميت مشغول عن اللهو والمزاح، والله أعلم. كما ترمز رؤية الميت في المنام إلى ما يتأمل به الرأي، فمن رأى الميت يودعه في الرؤيا ذهب ما كان يسعى إليه، أما من رأى الميت يعود للحياة فإن أمله يتجدد، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضع بصمتك بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تبخل أخي الكريم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك أو في مجموعاتك أو مع أصدقائك كي تعم الفائدة، ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.